خلال لقائها المجتمعي الأول في المنطقة الغربية، كشفت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية دورها في ضمان أعلى معايير الأمن والسلامة في برنامج الإمارات السلمي للطاقة النووية، وفي استخدام المواد المشعة والتعريف بدور الهيئة في التدريب والبعثات الدراسية وفرص العمل. محمد السلومي حضر الملتقى وأعد لنا هذا التقرير. الاستخدام الآمن للتقنيات النووية والإشعاعية حماية للجمهور والبيئة، وتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية وفقا لأعلى معايير الأمن والسلامة، هذا ما أرادت به الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إيصاله للجمهور في ملتقاها المجتمعي الأول. نحن هنا بغرض تسليط الضوء على دور الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في ضمان الأمن والسلامة المعمول بها في البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات، كما سنقوم بتقديم فرص كبيرة للتدريب لسكان المنطقة الغربية وتوفير البعثات الدراسية والفرص الوظيفية. جمهور حرص على الاستماع لدور الهيئة في تنظيم القطاع النووي في الإمارات، فهي المسؤولة عن الأمن والأمان النوويين والرقابة من الإشعاعات المضرة من خلال السماح للشركات لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالاستخدام الآمن للطاقة النووية. يتم ذلك من خلال مراحل، منها تقديم الترخيص ومن ثم تقييم طلب الترخيص وإصدار الرخصة، وبعد ذلك يأتي العمل الرقابي الآخر وهو التفتيش لضمان أن التزامات الطالب بالرخصة تكون مستوفية بشكل دوري وأن هناك تطوير مستمر لإجراءات السلامة. طموح تسعى إليه الهيئة بجذب الخبرات والكفاءات الإماراتية وصقل مهاراتهم وتدريبهم ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع. في الهيئة عندنا برنامج الإرشاد اللي هو حق المهندسين الجدد، بحيث طبعا يقوم كل موظف مختص بالتعاون مع إدارة التدريب والتعليم بتوفير الدعم الفني والتدريب لموظفين الهيئة من مواطنين دولة الإمارات العربية المتحدة. جهود تسعى إليه الهيئة في إيصال دولة الإمارات ضمن مجموعة الدول المنتجة للطاقة النووية. لقاء يسعى إليه القائمون في أول ملتقى مجتمعي للتواصل مع الجمهور والتعريف بدور الهيئة في ضمان الأمن والأمان في البرنامج السلمي للطاقة النووية. محمد السلومي، قناة أبوظبي، من مدينة زايد بالمنطقة الغربية أبوظبي.